هلا بحياة اختك انا بستاهل يصير فيني هيك؟ شو عمل لانا؟ شو عمل لهذا الواطي ابن الواطي؟ بس لا تعمل في حالك هيك، الله يصفل فيهم يا اخي. خلص يا عم روق دمك، اشرب ما بدي لا شرب. ما بدي انقدر مشان الله بكره انجوزك ستة ستة قوت الثاني هون عس عس كان لازم رح اموت اقسم بالله رح انجلب رح اموت يا زلمه والنعمه الواد ده ملوش صاحب العيله دي كلها ما حدش له صاحب هلا هذا الحكي مو وقته هو ما مهم اخي هيك بحفظ الابني شوف في 100 مره بس المهم زين خلص زين لازم يضل معي لا لا مو حكي مو تهديني وهيك بتجيبه اكيد خلاص وحياتك نجيب لك اياه تعال فوت ريح شوي